إحساسي بالذنب ناحية رنة خليني مش قادر أنام. إحساس غريب. كان قلبي حاسس إني أحبه. الضياع والحيرة، المنافسة والشعور بالغيرة، الغموض يملأ المشهد. في ناس قدرها إنها تعيش من الاختيار الغلط في حياتها، ما تقدرش تهرب منه. أوقات كتير لما أبص لك بحس إنك هي. ما هي الدوافع؟ كل شيء يدعو للشك. الحسنة الوحيدة اللي عملها حسن لي عملها بعد ما مات. الإصرار على معرفة الحقيقة. كان بيمد إيده عليك. كل اللي في خيالك عمله. الوتر. مين اللي قتل حسن؟ أنا. مش لازم تقتل حد عشان تاخده من الناس اللي بيحبوه. الوتر. روتانا سينما، مش هتقدر تغمض عينيك.